انا اسمي عبد الرئيسي من شباب الثوره المستقلين، لا انتمي لاي حزب او تيار سياسي. احنا بنرفض تواجد الامن المركزي بكره في ميدان التحرير لعدم الاحتكاك، خاصه ان اهالي السويس هيكونوا موجودين بكره. وانا عايز اقول لك على حاجه، نحن كمواطنين مدنيين احنا اللي هنبتدي بضربهم، لان هم بيستفزونا وتواجدهم بيستفزنا، مش عايزينهم بكره في ميدان التحرير. نحن قادرون على تامين ميدان التحرير زي ما امناه يوم جمعه الغضب الثانيه. زائد ان الوزراء اللي خدوا براءه، انا عملت كيف، شفت بجاحه وشفت جراءه، الحراميه بياخدوا براءه. الضباط اللي قتلوا المتظاهرين السلميين اللي في السويس ياخدوا براءه، والنائب العام يطعن ويترفض الطعن. السويس تشتعل، لان ربنا بيقول في القران: ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب لعلكم تفلحون. القصاص هو هدفنا. انا واحد من الناس، مش هدفي دستور دلوقتي ولا انتخابات دلوقتي قبل التطهير، لازم تطهير. التطهير هيبتدي بالقصاص وباعدام كل من سولت له نفسه بقتل المتظاهرين السلميين اللي طلعوا ينادوا برغيف حريه عداله اجتماعيه. المجلس العسكري بيفرق الشعب بيفرق الثوره والشعب المصري بانه مخلي الاغلبيه الصامته اللي موجوده داخل البيوت يلعنوا الثوره اللي قاموا بيها بسبب لقمه العيش ورغيف العيش. انا عايز اقول للشعب المصري ان اول ما نادى به ثوار مصر هو رغيف، بعد كده كانت الحريه، بعد كده العداله الاجتماعيه. من لا يملك قوته لا يملك حريته، الرغيف هو الحريه. فاحنا الشعب المصري يا ريت يكون واعي، بيفرعونا بيضه وفرخه. دستور الانتخابات، انا عايز اقول ان دستور الانتخابات هو مصلحه الاحزاب والناس اللي بتحجز كراسي. احنا هدفنا القصاص، تطهير جميع مؤسسات الدوله، تطهير القضاء، تطهير الاعلام المصري الفاسد اللي اسوأ من اعلام مبارك لحد دلوقتي، تطهير جميع مؤسسات الدوله، المؤسسه الصحفيه، المؤسسه الرياضيه لان فيها غسيل اموال. جميع مؤسسات الدوله لازم تتطهر، لازم يبقى في تطهير عشان يبقى في نظام. وانا بقول الشعب يريد اسقاط النظام لان النظام ما زال موجود. شكرا.